لطيفة جدا يعني التجمع. شفتها بتديني من اولها خالص. انت ساكن فين دلوقتي اصلا؟ في التجمع. التجمع فاميلي بيلدينج. والدي والدتي والدي بنوا البيت. هم اللي عاملين. انت هتفضل ماسك شمالك عشان اليوتيرن جاي. والدتي هي اللي اشرفت على الفينش او التشطيب بتاع البيت بنفسها بالستايل والحاجات كلها. بتحب جدا الموبيليا خاصه الانجليش ستايل او الطراز الانجليزي القديم. ف والكونتري الحاجات اللي هي الريفي شويه بس الريفي الانجليزي. فبيتها انا يعني دافي جدا. هي في الدور الاول هي وبابا وبعدين اخويا وبعدين انا. وانا خدت الروف عشان بقى يبقى الحكايه دي حكايه ظريفه لطيفه يعني الموضوع ده. بس تعيش بيت عيله؟ جدا جدا جدا. اصل ناس تقول لا ده بيعمل مشاكل. لا 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 انت برضه يعني تعتمد على البني ادم. احنا بنقي تعتمد على البني ادم والشخصيه. والدي دايما بيقول لي انتوا لما تتجوزوا انت لا عشان ده بس. طيب تمام. نعمل ايه؟ اقفل بس ضم كده. ضم كده انت هتعدي الشارع كله. اوكي تمام. عايز تمام. نمسك ايدك بقى. كنت بقول لك ايه؟ البيت العيله. يعني انا والدي دايما يقول لي انتوا هتجيبوا لنا بنتين. بنت هتبقى بنتي وبنت هتبقى بنتي يعني صح. انت واخوك. صح. فاحنا ابويا دايما يقول كده. وفعلا كنزي دلوقتي لما تيجي تسلم على ابويا وتقول لي انا بحس اني اسلم على ابويا. انا لما اتجوزت ابويا قال انه احنا كسبنا بنت. يعني بقى عندنا بنت كمان لما انا اتجوزت. ولما اختي اتجوزت قال احنا كسبنا ابن كمان. بالظبط. فده بتبقى الاختيار. لو انت اصلا ماشي متربي على كده فاختيارك هيبقى مبني على ده برضه. مظبوط. يعني مش هتبقى هيبان من الاول في استلطاف ولا لا. اصل لو مفيش مش هيحصل. مش هتمشي. مش هتمشي. انا بقى مش عايز واحده امريكاني كده. لا لا اهدى بالله احنا داخلين على الامن وبتاع. انا ليه برستيجي كمان يعني انا فاهم الوقور كده يعني. انا اللي زهقت. ده اكسر عملاكي.